مرحبا. تعرفون الحق والحق يحرركم. يمكن ضيف هالحلقة من رح نبقى هون عمل بهالقول للسيد المسيح تيتحرر هو ويحرر الناس إذا اقتنعوا من موروثات ومفاهيم سيدة من 2000 سنة بتتعلق بالمسيح الإنسان نفسه وبيصير كمسيح إله مفهوم أكتر. يسوع الفينيقي هو عنوان حلقتنا وعنوان كتاب لضيف الحلقة. وإذا كان عمر المسيح على الأرض مش أكتر من 33 سنة أو 38، شو بهم شو أصله ومنين ولد ووين ولد مدام هو الرب المتجسد، وين ما يمكن يكون ولد أو منين ما كان أصله، رسالته الخلاصية هي ذاتها، سواء بهالشرق نزلت أو بمجاهل أفريقيا أو حتى بالقطب المتجمد الشمالي. شو بهم؟ بهم برأي ضيفنا الباحث والكاتب كريم كوسا، لأنه بس ينعرف الأصل الحقيقي والبيئة اللي عايش فيها المسيح بتتوضح صورته أكتر لكتار مش فاهمينها ولو كانوا مسيحيين. أستاذ كريم كوسا، أهلا فيك بحلقة. بشكرك. ما بدي أطلق عليها عنوان خالف تعرف، بدنا نمشي فيها حجة وحجة تنشوف كيف توصلت تتأكد في نقية المسيح. أكيد. بشكرك أستاذ حبيب، أهلا فيك. شو اللي دفعك تكتب هالكتاب؟ يعني أنا انطلقت من مبادرة الأب يوسف يمين بكتابه المسيح ولد في لبنان لا في اليهودية. هذا الكتاب هو كان الأساس لشغلي أنا، واقتنعت بالشغل اللي عمله الأب يوسف يمين، يعني أكيد بعد خبرة طويلة وقراءة الإنجيل شي 30 سنة صار له الأب يوسف عم بيشتغل على الموضوع، اقتنعت بالحجج اللي ظهرها ورجعت كفيت أنا بعده بالشغل، ولقينا كتير إثباتات أخرى حنحكي فيها اليوم بالحلقة طبعاً. وبفتكر أنه صرنا مبكلين الموضوع نهائياً وصار عنا حجج كافية نقدر نفوت فيها على الفاتيكان على الكنيسة نقنعهم بهذا الطرح. هلا ما بعرف إذا هن كتير بهمهم هذا الموضوع حالياً، لانه تعمل السؤال المحور الاخير بتعمل خضه بس نعم. انه نحن ماشيين بهذا السياق يعني. طيب، فينيقيا تسميه جديده مقارنه مع تسميه كنعان، يعني ترقى الى 1100 قبل المسيح او اكثر شوي، ومنا الا كنعان نفسها ناقصه كم منطقه خرق بالجغرافيا. صحيح. يعني هالمساحه الجغرافيه بفلسطين اللي عاش فيها المسيح كانت من ضمن ارض كنعان. انه شو جديد اللي اضفته بكتابك سواء كان يهودي او جليلي فينيقي او من ارض هو من ارض كنعان، شو الاضافه؟ هلا تسميه فينيقيا يعني معروف انه هي تسميه اطلقت على الكنعانيين اللي موجودين على الساحل الشط اللبناني القديم. بس تسميه فينيقيا هي بترجع اقدم من هيك. نعم. يعني حسب اتش في بلافاتسكي بكتابه ايزيس ديفوالي وسيكريت دوكترين بتحكي عن العقيده السريه، بتحكي عن اسم فينيقيا جاي من اسم أخنوخ، يعني أخنوخ هو فينوك هو الفينيك. يعني حتى بكتاب أخنوخ منلاقي أخنوخ هو بي كنعان. يعني التراب يعني في ربط هائل بين اسم فينيك واللي هو رمزه الفينيك طائر الفينيك وأخنوخ اللي كان على جبل الشيخ جبل حرمون وكنعان. يعني هيدي التسمية، يعني أنا اليوم بعتبر أنه الفينيقيين والكنعانيين شعب واحد بلشين من قديم جداً، ما بنعرف قديش تقريبا بس آلاف السنين. فينا نعتبر أن الكنعانيين هن الفينيقيين اللي موجودين على الجبال، والتسمية الفينيقيين هن الكنعانيين اللي موجودين على الشط. بس كان في فينيقيا اللبنانية كانوا يسموها هذه بالداخل السوري، يعني كانت مش على الساحل. كانت الخريطة تمتد يعني أرض كنعان الكبرى مثل ما أنك عم تحكي أنت، من ضمنها فلسطين ومن ضمنها وجليل وحتى من ضمنها كانت توصل لعريش مصر بأحد الفترات. نعم. وبالداخل السوري بتفوت كانت بالخريطة. الفرق بين أنه اليهود أنه المسيح شو بيأثر بين أنه المسيح كان عايش على الأرض، لأنه الإثنية اليهودية ما منها إثنية كنعانية. اليوم في كتير طروحات عم بيجربوا اليهود أو المؤرخين الإسرائيليين يعتبروا أنه اليهود بحد ذاتهم العبرانيين هن تريبيو كنعانية، وهيدي مغالطة تاريخية. اليوم ليش عم يوصلوا لهالفكرة؟ لأنه مش عم يلاقوا أبدا بأرض كنعان الكبرى، يعني اليوم بإسرائيل بالجزء اللي هن قاعدين فيه، مش عم يلاقوا أي إثباتات بتدل على
وجود العهد القديم، مش عم بيلاقوا أي خبرية من العهد القديم عن سليمان، عن داود، عن ولا أي أثر، أي أثر بيدل على وجودهم بهيدي الفترة. فإذا اليوم بما أنه هن عم يوصلوا لهالنتيجة بعلم الأركيولوجيا والأنتروبولوجيا والهيستوري، عم بيجربوا يربطوا حالهم أنه هن تريبيو كنعانية، وهيدي طبعا يعني مرفوضة عند كل العلماء اللي اليوم عم بيشتغلوا بهذا المجال. بتنطلق بشواهدك من كتاب الأب يوسف يمين، صحيح. المسيح ولد في لبنان لا في اليهودية، يعني بجبل الكرم لحد مرج عيون، مش ببيت لحم اللي بتوقع بما يسمى اليوم الضفة الغربية. صحيح. خلينا بس نتذكر حوار أجريته مع الأب يمين بعيد الميلاد سنة 2008، منشوف كم عنوان من هالعناوين اللي طرحها. صحيح. وقتها، ونرجع منكمل معك الحديث. صحيح. كريم كوسا. صحيح. انا عملت هالكتاب صغير، هو اسمه قال الجليل في لبنان. اغتصت شوي، اجاني هيك احساس عجيب غريب انه قال الجليل الحقيقي هي بلبنان، لكن مش باليهودية تحت. هذا كان الومضة الاولى، انه طيب وبركي بيت لحم وبركي المسيح والبلبنان، ليش قانا الجليل وحده؟ هاي نقطة الانطلاق. قانا الجليل في لبنان اثبتت انه فعلا هي بلبنان، قانا الجليل حيث العرس، يعني بلبنان العرس واعلان الالوه عظيم تماما، وامن به تلاميذه بقانا الجليل. وهنيك فعلا تأسست الكنيسة برأيي انا، لمن امنوا فيه تلاميذه هالكنيسة، تأسست الكنيسة بلبنان بقانا الجليل. قانا ما غيره، منبت يوسف ومريم ويسوع، بكرة التاريخ بيحكم ثلاثتن من قانا. بس نقطة الانطلاق كانت الكتاب اللي عملته أنا قبل المسيح ولد في لبنان بأربع سنوات، أثبت أنه من بعد غيري قبل مني اتأكدت أنه قانا الجليل في لبنان. هيك نقطة الانطلاق تبين لي بشكل واضح أنه في اثنين بيت لحم، في بيت لحم اليهودي اللي هي 12 كيلومتر جنوبي في أورشليم، وبيت لحم اللبنانية تابعة صور كانت، يعني بيت لحم اللي عم بحكي عنها أنا هي شرقي شمالي جبل الكرمل بلحفه. المغاور موجودة هونيك، بيت لحم موجودة لليوم. يعني حد أي منطقة بلبنان هلأ؟ لا، هي حاليا صارت بإسرائيل، فلسطين. نعم، حاليا بفلسطين، فلسطين محتلة، محتلة لأي منطقة، محتلة لأي منطقة بلبنان. بلبنان وين شو اسمه رأس النقورة، تمشي على الخط شي 30-35 كيلومتر بعيدة عن الشط شوي، هي بيت لحم. رحت على قليلة، شفت مقام النبي عمران، ما بك تشوفه. لو بيعرفوا المسيحيين ايش في بالمقام النبي عمران، بيقول المسيحيين بيرفضوا ايش بدنا نشوف، لا عرفوا ايش في. في أضرحة عائلة المسيح كلها، أنا عم بحكي روحوا ناس يشوفوا، يا خي أرجوك روحوا شوفوا، أنتوا ما تصدقوني أنا، أنتوا المسيحيين روحوا شوفوا إيش فيه. يوكيم وحنة، أهل يسوع وأهل مريم وأهل يوسف مقبورين، قبور تومبو موجود، يروحوا شوفون. هني إخوتنا الشيعة الطيبين الحبوبين اللي حافظوا على المنطقة، هن حافظوا على هالمقام، حافظوا عليه بكل احترام. بس كان في هنيك كاتدرائية كبيرة مهبطة تحت الأرض وما نبين شيء منها، هن عارف إنه هون هذا مقام بي العذراء عمران، احتراما له عملوا مقام، قصف المقام. ما أنا سامعين المسيحيين بعناقيد الغضب نسيوه، قصف المقام، اجت شظايا عليه. خذ لك هالمفاجأة يا سيدي، بعيد عن السور شي 4 أمتار نزلت القذيفة، كشفت الكاتدرائية تحت الأرض اللي كانت معمرة لواكيم المسيحي وحنة. إذا ما بقى حدا فيه بلبنان يحكي عن تاريخ لبنان، التراب تبع لبنان بيحكي أحسن منا عن لبنان. تاني مرة إجوا اليهود جايين تجرفوا المقام، إجوا هيلي الليلة ناموا على الأرض، بطحوا الأرض، منعوهم يجرفوا، بدهم يجرفوا. اليهود فهمانين القصة، فهمانين مقام النبي عمران. في كتاب لأحد المؤرخين الفرنسي رونا إرنست رونا ما غيره، ما يخلونا اليسوعية نقرأ الكتاب، ممنوع تقرأ الكتاب. ايش بيقول الكتاب؟ بيقول من بعد ما مات يوسف اللي هو من قانا، العذراء مريم رجعت على ضيعتها على قانا الجليل بلبنان. وحدة. اثنين، عاش المسيح بلبنان، نعم بلبنان بالأول عاش. وين عمل عجوبته الأولى؟ بقانا.
بحيث تربى بيقول قانا بيقول إرنست رونان عمل إعجوب هاي الجديدة اللي ما بيخلونا نقراها حيث تربى. وين حصل الزواج بين يوسف ومريم؟ كل المؤرخين المسيحيين والعرب وطبري خصوصي وابن مسعودي كانت بتخدم بالهيكل. مزبوط. ليش المرأة بتخدم بالهيكل اليهودي؟ هذا اللي كنا عم نقوله كانت منظورة. هيدا كان هيكل كنعاني السينة. والمبشرة الملاك وين كانت؟ كمان البشارة الناصرة. الناصرة تعمرت 350 سنة بعد المسيح. الناصرة كان الهيكل بالأسيني بجبل الكرمل فوق بالجبل حيث عاش المسيح سنواته الخفية. عم بفتش وين كان المسيح. المسيح عاش سنوات طوال بالجامعة اللبنانية. ما بيصدقوا الناس جامعة السينية بجبل الكرمل بلبنان. استاذ كريم كوسا، مثل ما شفنا مع الأبيامين طبعا كان في المؤرخة ميمور وآخرين مؤرخين عالميين وهون شرقيين، شو عم بتحاول تقول لما بتركز على فينيقية المسيح أو كنعانيته أو حتى على لبنانيته؟ يعني عندك هالمنحة أنه لبناني مثلا. هي الفكرة مش منطلقة من أي خلفية سياسية نهائيا، هي منطلقة من فكرة أنه تصويب التاريخ. تصويب التاريخ اللي هو لأسباب معينة تم تحوير أو أصول يسوع المسيح، أصول حياته التاريخية. لحنا عم نجرب نقول أنه يسوع الفينيكي يعني هو ينتمي لهالبيئة الفينيقية التاريخية الكنعانية أصلا، ولا ينتمي لليهودية على عدة مجالات، مش بس بالجغرافيا يعني مثل حنشوف بعدين. نعم. وين خلق يسوع المسيح تحديدا؟ لا بل لاهوتيا، يعني اللاهوت اللي حكي اللي نطق فيه يسوع المسيح هو لا يختلف تماما عن اللاهوت اليهودي. يعني فكرة ابن الله، فكرة ابن الله مرفوضة باللاهوت اليهودي، ما في ابن الله، في أنبياء لله. نعم. بينما الحضارة الكنعانية مثلا كان عندها أبناء الله إيل الإله الأعلى، كان عنده تقريبا 4 أولاد بسمون الإلوهيم، نجمعهم كلمة إيل إلوهيم، لهن البعل ويم وأدون وشليم. فإذا فكرة ابن الله اللي بيتجسد هيدي فكرة كنعانية فينية. وهل ابن الله بأدونيس مثلا بيضحي بنفسه مشان يخلص المجموعة البشرية اللي ينتمي لها، ومات بنيسان وإجمالا عيد القيامة بيكون بنيسان عند يسوع المسيح بأفريل. مظبوط. ما كان يطرح ميتولوجيا إذا بدنا نقول عند الحضارة الكنعانية الفينيقية تحقق تاريخيا بيسوع المسيح. يعني يسوع المسيح كمان تسميته عمان وإيل مثل ما نشوف هلا بعد شوي بنوصل هو إيل معنا، يعني يتطابق تماما فكرة ابن الله المتجسد اللي بده يخلص البشرية مع الحضارة الكنعانية ومفهوم اللاهوتي. عند اليهود ما في هالفكرة نهائيا. بقى هيدي من المحاولات اللي عم نثبتها وهي من صلب الموضوع، وبتتكس طبعا على آيات من الإنجيل 100% على دراسات أخرى. يعني 100% ما هو الإنجيل واضح. يعني إذا اليوم نقرأ الإنجيل العهد الجديد اللي بين إيدينا، إذا بنقرأ مزبوط منلاحظ أنه في 2 يسوع بهذا الإنجيل. منلاقي أنه في واحد يهودي أو بيجرب يكون يعملوا له هالصيغة أنه هو يهودي، في واحد مش يهودي، لأنه في صراع كامل بالعهد. كانوا في تناقض بهذا، كانوا في تناقض 100% في صراع كامل بالعهد الجديد بين يسوع، شخصية يسوع المسيح واليهود. بتقول بمحل أنه هالمنحة لليهود لا صار بعد المجمع الأول. صحيح. مع يعقوب يمكن جيمس يعني بيكونوا قرايبه ليسوع. العمل هذا المجمع لحتى أنه يرجع يجلب اليهود بالوقت اللي اليهود ما انتموا للمسيحية، كان الانتماء للمسيحية بمناطق أخرى ومن الجليل. صحيح. ولبنان. صحيح. هذا هو الأساس. هيدي الفكرة أنه بيقول المؤرخ جورج رولنسون بكتابه هيستوري أوف فينيشيا، بيقول أنه تقريبا من سنة 41 ميلاديا كان الغوسبل، كانت خبرية يسوع المسيح منتشرة بكل فينيقيا بكل أرجاء فينيقيا، وكانوا الفينيقيين بيعتبروا أنه يسوع المسيح هو المخلص تبعهم، لأنه شافوا بيسوع المسيح هو تجسد أدون بفكرتهم اللاوعي. بينما بأورشليم وتبلشت الديانة المسيحية كانت مرفوضة مطلقا من قبل اليهود.
يعني أنا بسأل الأسئلة أنه أصلاً لو المسيح كان يهودي ليش ما نحط بكتابهم العهد القديم؟ منا بقى بحاجة نعمل عهد جديد؟ يقولوا أنه بشروا فيه تنبقوا فيه. ما هو هالفكرة تماماً صارت أنه تم رفضه كلياً ليسوع المسيح بالبيئة اليهودية، لأنه هو شكل خطر عليهم، شكل خطر على اليهودون، على مفهومهم المسالم للبشرية، لأنه هني بيعتبروا حالهم شعب الله المختار وبقية الناس هني صندقويم وهني حيوانات هني وحدهم وشكل خطر عليهم، حتى أنه هني يعني حسوا أنه يعني بدهم يتخلصوا منهم. وفي شغلة أساسية، لأنه هو منهم، لو هو منهم مشي معهم، مشي بطرحهم الكامل، هو ينقضهم بكل أفكارهم، مش بس بالأفكار اليهودية. أو يأتي مسيح من الجليل؟ بيسألوا هذا السؤال فعلا. يعني الجليل نحن بنعرف لما تقول جليل يعني ما خصوا بإسرائيل 100%. هي جليل أيام المسيح كان تابع على صور، يعني في الخرائط جليل الأمم، وحتى تسمى بالعهد الجديد جليل الأمم، يعني جليل اللا يهود. ما كان فيها يهود، وإذا كان فيها يهود يعني بشكله كتير حالي بسيطة. حتى المؤرخ الفرنسي ارنست رونون بيحكي عن هالنقطة هيدي، انه كان فيه عدة شعوب، ما كان فيه يهود كتير قليل، يعني ما لحن يشكلوا حالة انتيتي قوية تا انه يطلع منها المسيح. هلا المهم بكل هالقصة هيدي انه نعرف انه يسوع المسيح بفترة من الفترات، وتا جيمز يعني اللي بيكون هو رايبو، أني بسموه جيمز the brother of the lord، خي اللورد، خي المخلص، بس هو ابن خالته، ابن خالته. قرر بسنة بين 49 وال 51 يعمل مجمع بأورشليم، هو يعتبر هذا أول مجمع مسيحي أوفيسيال، ودعا على جون يوحنا وبطرس وبولس على هذا الاجتماع. وبهذا الاجتماع قرروا أنه يكتبوا قصة حياة يسوع المسيح، لأنه ما كان فيه بعد مكتوب شيء، وهني وين موجودين بأورشليم، فإذا لحنا علينا. وكانوا يضطهدوا، يعني كانوا عم يضطهدون اليهود بشكل دايم بقلب أورشليم. فإذا طلع معه جيمس أنه رح نركب قصة يسوع المسيح نكتبها، لأنه يعني لازم نكتبها. وبجراء كتابة هذه الخبرية هيدي حننسب ليسوع المسيح الخلفية اليهودية لشغلتين. أول شغلة تيخلصوا حالهم من الاضطهاد اللي كانوا عم يتعرضوا منه، ويقولوا لليهودي أنه يسوع المسيح أو المسيح اللي أنتوا كنتوا ناطرينه هذا هو. بينما المفهوم المسيح عند الفكر اليهودي هو ابدا مش مفهوم مخلص بالمعنى المسالم. يعني مفهوم المسيح عند المفهوم اليهودي هو كينج تو بي، هو ملك، هو ملك او قائد عسكري. وهذا الشيء اللي رفضه اصلا يسوع المسيح بالحوار اللي صار معه بينه وبين بيلاطس، وقال له انا مملكتي ليست من هذا العالم. فاذا حتى فكرة المسيح اليهودي لا تنطبق مع فكرة المسيح الكنعاني، يعني يسوع المسيح اللي هو إجا بيضحي بنفسه، ما بيحكم، لا بل بيغسل إجران تلميذه تيخلص البشرية. نحن بعد عنا كتير نحكي، بعدنا بأول الحلقة، هلأ بدنا نفوت على الحجج إيتيمولوجيا، جغرافيا، تاريخيا، أركيولوجيا، ثقافيا، وطبعا لاهوتيا. دايما مع الباحث كريم كوسا. منتابع معكم هالحلقة مع باحث كريم كوسا وعنوانها يسوع الفينيقي. استاذ كريم، لك كتابين قبل هذا الكتاب، صحيح. بمسار واحد يبدو، بيتاغور الماتيماجيسيان، وكتاب تاني لكود فينيسيان، الكود الفينيقي. هلأ بدنا نفوت أنا وياك حتى نفند هالحجج اللي حضرتك أوردتهم بكتابك وتتقنعنا فيها بركي، بدءا بالإيتيمولوجي، يعني علم دراسة الأسماء والمصطلحات، صحيح. شو عمانوئيل وشو يسوع وشو بيانوا هالاسمين، وكيف عززت من خلال نظريتك، علما أنه البعض بيقول الإيتيمولوجي واحدة ما منا شاهد أساسي، ما بتكفي. أو منا أثبات، ما بتكفي، صحيح. مشان هيك فكرة الإيتيمولوجية، اسم يسوع المسيح اللي نبحث فيه بيساعد، نعم، بحثنا وبيثبته أكتر وأكتر. كيف تعززت؟ يعني نحن حنقول أنه تسمية عمانوئيل اللي إجت بمتى، أنه مريم العذراء، نعم، ستلد ولدا سيكون اسمه عمانوئيل، يعني عمانو هي باللغة الآرامية الفينيقية، عمانوئيل يعني إيل معنا.
مش الله معنا بالمفهوم الترجمة العربية، وإيل معنا التركيز على إيل. إيل اللي هو معروف فيه على أنه هو الإله الأعلى عند الحضارة الكنعانية الفينيكية. وبتل ما قلنا يسوع المسيح هو تجسيد حقيقي لأدونيس تاريخي وزمني، فإذا هو ابن إيل، يعني بالمفهوم يكون يسوع المسيح هو ابن إيل، يعني إيل تجسد معنا بيسوع المسيح. وهيدي منشوفها كمان على الصليب، وقت كان يسوع المسيح على الصليب ما دعا يهوى إيلي 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 إلهي إلهي إيلو إيلي، يعني عم ينادي بيو السماوي كم مجدتني. وهيدي بيركز عليها الأب يوسف أمين، مش لماذا تركتني. ما في فكرة ترك، كم مجدتني، ما في فكرة الترك، يعني الأب لا يترك، تمجيد. لأنه منلاقي بكل فترة هالموضوع هالقصة هيدي اللي عم بتصير عند مار يوحنا عملية تمجيد الابن بموته وقيامته، لأنه شو إلا معنى إذا تركه وقام بعد ثلاثة أيام؟ ما زبطت القصة، مش زبطت، ما نزبطت في عملية تمجيد، في موت وقيامة، في انبعاث للحياة من جديد. وهذا هو يسوع المسيح، هو الطريق والحق والحياة. اسم يسوع، اسم يسوع يعني مشتق من كلمة يوشو. يوشو يوشو يعني أو يوشوة إله البحر، يعني هي باللغة الفينيكية هو ياو أو يام، هو إله البحر. يام على الشط الفينيقي، بعدنا هلأ منقول اليام يعني البحر اليام طبعا بال... وياو كلمة ياو هو كمان، هي كمان تسمية لا إله البحر بملاحم أوغاريت، ملحمة أوغاريت. فإذا ياو ويام هو إله البحر. يوشوة يعني هذا الابن، وما تنسى أنه كنا عم نقول قبل أنه ياهو أحد أبناء إيل الأربع. نعم. فإذا يوشوة يعني ياو يخلص، صارت هي مثل بارالال لكلمة عمانوئيل، لأنه قلنا لحنا إيل معنا وتجسد بإيل، وياو يخلص، هو ابن إيل كمان يخلص. مثل ما انسجمت يوسف، مثل ما يوسف ياو ينتظر. فإذا انمزجت هيدي الأفكار مع بعضها، وصار في منطق إنه يوشوة هو ابن إيل يخلص، وفي إيل تجسد معنا يخلص بواسطة يسوع المسيح. فالتسمية هيدي هي بتساعد على إنه نفهم هذا الموضوع أكثر. وسمي المسيح كمان نازوريان، المنزول لله، مش نسبة للناصر، مش نسبة للناصر، نسبة لهو، لأنه كان منزول لله مثل مار يوحنا ومريم المجدلية. وكلمة نزير أو نزار هي كلمة آرامية فينيقية، المنزول بعدنا بنستعمل اليوم باللغة. وتسميته الجليل لأنه من منطقة جليل. هدول هن الأسماء اللي أربعة. الأربعة، وكريستوس اللي هي تسمية يعني يهودي. لا، كريستوس هي تسمية يونانية، يونانية أنا بقصد أنا المسيح، للمسيح أوكي. للمسيح، مشيحة باللغة الآرامية، يعني هو المسيح المخلص بالمفهوم الكنعاني، مش بالمفهوم العبري اللي هو ملك. وهيدي بتناقض تماما طبعًا فكرة يسوع المسيح طبعًا. نوصل للحجة الثانية، عم بتبرهن بكتابك أن المسيح منه من نسل داود، لبل بتنفي حتى يمكن وجود داود من أساسه، وبتنفي مملكة سليمان ومنه موجودين، وبتقول هون هو أنه من نسل كنعاني فينيقي. يعني شو شواهدك خصوصي بما يتعلق بنسل مريم العذراء حتى كمان، لبل بتركز على أنه المسيح كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، مش على رتبة هارون خي موسى؟ إذا منبلش من آخر نقطة، يعني ملكي صادق، فكرة أنه المسيح هو كاهن أعلى على رتبة ملكي صادق، هيدي موجودة بالعهد الجديد. نعم. يعني مش أنا مخترعها، هي موجودة عند مربولوس. المسيح هو كاهن أعلى على رتبة ملكي صادق، وملكي صادق معروف هو الكاهن الكنعاني، صح، الفينيكي، الذي كان كاهن على مدينة أورشليم. وتسمية أورشليم يعني قبل ما أجوا اليهود عليها، هي تسمية قديمة، تسمية بتعود للقرن التاسع عشر قبل الميلاد، موجودة بمخطوطات مصرية بيقولوا عنها روشاليم، يعني روح شليم. وكنا عم نقول قبل انه شليم هو احد ابناء إيل، إيل احد أربعة. ابناء إيل. فاذا تسمية روح شليم هي تسمية لمدينة او المدينة اللي عم يطوف عليها روح شليم ابن إيل. فاذا ملكي صادق كان هو كاهن اعلى على هاي المدينة. فإذا وقت أجا يسوع المسيح على الهيكل وقال لهم أنتوا عملتوا جعلتوا هيكل أبي مغارة لصوص، هو مش عم بيحكي عن هيكل سليمان، عم بيحكي عن هيكل شليم اللي هو كان ملكي صادق كاهن أعلى عليه. وهن في إثباتات على أنه العموريين الأمورايتس
لهن احد القبائل الكنعانية، هن بنيوا اول مدينة بأورشليم، اول حتى يمكن يكونوا حاضرة حاضرة حاضرة. هلا اليوم العلماء اكثريتهم الاركيولوجيست والمؤرخين وعلماء الاثار، مش بس اللبنانية واجانب انجليز او امريكان او فرنساوي، حتى بل هن الاسرائيلية بحد ذاتهم مش عم بيقدروا يلاقوا اي اثبات على وجود داود وسليمان. لبل عم بيقولوا انه ما في عنا اثباتات نهائيا، الاركيولوجيا مش عم بتساعدنا اصلا. اذا بتطلع بالعهد القديم عن هالشخصيتين، منهم موجودين الا بهذا العهد القديم، يعني اذا بتطلع اي شيء ثاني له علاقه بالكتابات، ما في شيء منه بلاد ما بين النهرين او بكتابات المساروي او شو بقي عندنا من الكتابات الفينيقيه، ما في اي اثر لوجود سليمان وداود. هيدي هي يعني اختراعات، لانه نحن كلنا بنعرف انه العهد القديم هو مركب تركيب بفترة مكتوب على فترة طويلة، على فترة، ويعني هو بلش ينكتب يعني بعد 500 قبل المسيح، بين 500 و300 أو 200، وما تسكر إلا للمية تقريبا بعد المسيح تسكر كتاب العهد القديم. المهم أنه فكرة تركيب كتاب العهد القديم والخبريات اللي فيه بتلاقيها مأخوذة عند من بلاد ما بين النهرين، بتلاقيها مأخوذة من مصر، بتلاقيها مأخوذة من فينيقيا. في كتير أساطير مثلا خبرية موسى اللي نحط بالسلة، هيدي خبرية سرجون الأكادي معروفة، وحتى خبرية نوح في حتى خبرية نوح اليوم موجودة، اكتشفوا هلا الخبرية البابلية عن هيدي الأوريجين تبعها. خبرية آدم وحواء امبارح مكتشفين مؤخرا من سنتين ثلاثة بأوغاريت ملحمة عن آدم وحواء الكنعانية. والمرأة يعني بهيدا النص مبجلة ومحترمة، عكس المرأة اللي صورها العهد القديم على أنه هي أساس الخطيئة. قريتوا هذا الأرتيكل مش من زمان؟ 100% يعني الحضارة الكنعانية المرأة تلعب دور. نعم. ومشان هيك مريم العذراء عنات ومشان هيك مريم العذراء اللي هي أم يسوع تلعب هذا الدور، هي أم الله. ومشان هيك حنشوف بسياق الخبرية أنه كيف هي أخذت البشارة بقلب الهيكل. كيف أخذت لهذا السؤال؟ أنه هون هذا السؤال يعني استطرادا، نسل هي منا من سلالة داود، صح، هي يعني حتى هي جليلية 100% أو من قانا أو من ليلي بصور ما بعرف. حتى الناسترونوم نعم. بيقول أنه 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 هي وقتها رجعت على قانا، على قانا في هون عملية الجليل، قانا الجليل أو قانا اللي حتصور. هن اثنينتون موجودين بمنطقة الجليل، ولأنه الجليل كان تابع على صور، صح؟ بينما كان الجليل اللي موجود تحت ما في أي أثار بتثبت على وجود العرس، عرس كان الجليل المشهور. في بينما في الأجاجين السبعة مزبوطين هدول حد صور، وحتى أثبتوا أنه يعودوا للقرن الأول ميلادي. فإذا نتطابق مع الوقت اللي كان فيه، الزمن اللي كان فيه يسوع المسيح بهذه الفترة. هلا قصة البشارة بالأناجيل مذكور أنه تمت البشارة، بس مش مذكور وين عند لوكا، مش مذكور وين تمت البشارة. بينما بإنجيل المنحول اللي الكنيسة ما أخذته أساسي من الأربعة، إنجيل متى أو يوحنا مرقس، في إنجيل لجيمس ليعقوب يعني ما أخذته الكنيسة، بسموه بروتو إيفانجيل دو جاك أو جيمس أو يعقوب، يعني ما أخذته الكنيسة، مع أنه الكنيسة أخذت أسماء إما للعذراء وبيا من هذا الإنجيل بالذات، مش مذكورين قبل، مش مذكورين بالإنجيل من عند يوحنا، أخذوا من يعقوب جيمس. من جيمس أخذوا اسم يواكيم وحنة من جيمس، بس ما انتبهوا أنه مثلا بروتو إيفانجيل دو جيمس بخبرنا على أنه وقتها اختاروا العذراء انه تكون بالهيكل هي وصغيره، اختاروها وكانت عم بتخيط ثوب ارجواني. وبيقول لك جورج رولنسون الكاهن الاعظم الفينيقي يلبس الثوب الارجواني. فاذا هي كانت عم وبالنص عند جيمس تخيط الثوب الارجواني تتقدمه للكاهن الاعلى. هيدي دلاله على انه هي، ونحن بنعرف انه المراه عند اليهود ما بتفوت على المعبد، ما بتفوت على المعبد. والبشارة تانية، البشارة وفي عنا بيقول لك بجيمس انه كانت خارجة من المعبد.
بينما عند إنجيل بارتولومي اللي هو من كانا حسب الإثباتات والدلائل بتدل على أنه هو أحد تلاميذ المسيح، هو كان من تلاميذ المسيح وكان برضو من كانا، اللي هي عم تدل الإثباتات أنه معقول تكون هي كمان ضيعة مريم العذراء. فإذا بارتولومي بيقول أنه مريم كانت بقلب هيكل الرب وتأخذت البشارة، والملاك او الكاهن او الملاك، لانه هي ما في صوره بتقول انه ظهر علي شيء بشكل رائع وكذا، وتخبرها اعطاها البشاره، عمل طقس الخبز والخمر اللي هو طقس كنعاني معروف لاول من عمله ملكي صادق. واللي هو الطقس ذاته اللي مارسه يسوع المسيح بالعشاء السري. فاذا هيدي البشاره كان يصير كل خميس عند الفينيقيين، مزبوط. فاذا هيدي بتدل كانت عم تخيط ارجوان للكاهن الاعلى، طلعت من الهيكل وبقلب الهيكل عند بارتولومي اخذت البشاره. المراه اليهوديه لا تدخل الهيكل اصلا، بالمفهوم اليهودي المراه ما عندها روح، ما عندها روح بالمفهوم اليهودي، يعني مش معتبرينها حتى، ما بتدخل الى سر الى اسرار الى سر الاسرار يعني، او اذا بدك الى عمق المعبد، حيث محل ما بيكون موجود المذبح الاعلى او المذبح. المراه الكنعانيه والفينيقيه بتفوت على الهيكل، ولا بل اثبت التاريخ انه اصبحت هي كاهنه، صح، وحتى قلهت مثل الحضاره المصريه، المراه المصريه كمان اصبحت كاهنه وقلهت. هذا المفهوم مش موجود بالمفهوم اليهودي نهائيا، منو موجود المرأة ما عندها دور. هذه من الحجة اللي بتنسف اللي نحن متعلمينه. أستاذ كريم، بنرجع لكتاب الأب يوسف يمين، قصة جبل الكرمل وولادة المسيح في مش ببيت لحم، واللي حسب ما قال إنه هاي بيت لحم الحالية تعمرت 200 أو 300 سنة بعد المسيح. بيت لحم اليهودية، صحيح، اليهودية هذه موجودة اليوم. هو بيحكي عن بيت لحم أخرى على جبل الكرمل، يعني هون حدود مرج عيون. وفي مؤرخ إسرائيلي بيثبت هذا الشيء كمان، وفي ورشة أثار مفتوحة وعم يشتغلوا عليها على هذا الإطار. يعني حتى كلمة بيت لحم لها علاقة بمفهوم الخبز، هي بتعني بيت الخبز، صحيح. هون بنقول لك أنه الخبز والخمر والقيامة بعد الموت، الحياة بعد الموت، هودي كمان أسطورة فينيقية أو مفهوم فينيقي. جبل كرمل هو أصلاً كرمل يعني كرم إيل، كرم إيل يعني هو الخمر، هو خمر إيل. أنا الكرمة، أنا الكرمة. وعلى سفوحه تحت في المغارة اللي خلق فيها يسوع المسيح هي بيت لحم، بيت الخبز. يعني صار في عنا الخبز، لحم بالسرياني لحمه يعني، يعني خبز. صار عنا الخبز والخمر، الخبز تحت يعني على السفوح، والخمر فوق لأنه هو يمثل الألوهة يعني الخمر. حتى يعني جغرافيا لعبة جبل الكرمل هو جبل مقدس قديم معروف عند كنعانيين فينيين، وكان في عليه كمان معبد لعنات لعشيراي ولإيل وللبعل. سو هذا الجبل يعني جبل الكرمل هو الخمر، وعلى والسفوح تحت في مغارة الخبز، محل ما ولد يسوع المسيح اللي هو مش بعيد عن الناصرة، كتير قريب، مش هناك بسموه يسوع الناصري أو يسوع الجليل لأنه ينتمي لهالمنطقة. هلا بيقول لك مثلا جيمس فريزر بكتابه الغصن الذهبي بيقول لك أنه الأدونيس هو يمثل روح الخبز، والمسيح هو الخبز، هو انا خبز الحياه، فاذا يسوع المسيح هو تجسيد حقيقي تاريخي لادونيس، للفكره الميثولوجيه اذا بدنا نعتبرها ميثولوجيه، اللاهوتيه الكنعانيه الفينيقيه. مشان هيك لهنا مصرين على هيدي الفكره. وادونيس بهيدي البيت لحم اللي موجوده بجبل الكرمل تعتبر مغارته المقدسه، خبز وخمر، يعني هي مغارة أدونيس ومغارة يسوع المسيح. بينما بيت لحم اليهودية يعني ما في، كانت عوائد المسيح كانت سيمتري، كانت يعني مقبرة، وبعدين بالقرن يعني بالقرن الثالث أو الرابع يعني بين 200 و300 سنة بعد المسيح سبتوها أنه هيدي هي بيت لحم، وصار في عندها شكل وتأثير من قسطنطين
على انه والينا الامبراطور على والينا بالتحديد والدته على انه يعملوا هذا المكان هو المقدس للديانه المسيحيه، لانه اصبحت وقتها الديانه المسيحيه هي دين الامبراطوريه. وهون خربت القصه، وقتها اصبحت يعني الدين المسيحي اللي هو رسالته محبه وسلام وخارج اللعبه السياسيه اصبح هو ضمن اللعبه السياسيه. وهون بفتكر انه كان في خطا تاريخي كبير بهذا الموضوع، انه كان لو ضل الاضطهاد كان احسن يعني. لا بس انه كنا لو ضلينا بفكره انه المسيح رسالته هي مش انه ما لازم تتسيس، انه فوق هو يعني فوق لعبه اللعبه السياسيه او يعني الارضيه او الارضيه مثل المفهوم مثلا اذا بدنا الحزب القومي السوري يسوع السوري. هذه فكره مثلا فكره يعني نوعا ما سياسيه لتسييس المفهوم يسوع بهذا سوريا الطاقة. كان يعطوه معطى جغرافي ايه نسمي كان عام مثلا اللي بسموه سوريا ايه ايه بس في جزء منه له علاقة بالسياسة نعم. طبعا نعم. بينما الشغل الأب يوسف واللي أنا عم كمله يعني شغل محط، يعني عم جرب نحط الأمور على السكة التاريخية ونصوب التاريخ بالمفهوم الديني الحضاري مش بالمفهوم السياسي. أستاذ كريم، مزيد من الحجج وتلاقي العلم مع الدين ورأي الكنيسة بعد الإعلام، ودايما معك. بنوصل للمحور الأخير من حلقة اليوم مع الأستاذ كريم كوسا وعنوانه يسوع الفينيقي. الأستاذ كريم، مثلا إذا بدي أخذ هالمؤرخين اللي عم يحكوا بنفس الإطار اللي عم تحكي فيه حضرتك، هل في مثلا غير لبنانيين أو غير شرقيين بيحكوا فيه، ولا لأنكم أنتوا لبنانية وتحبوا لبنان والبعض ممكن يتهمكم بالتعصب وكل شيء عم بتديروه للمسيح، هل في مؤرخين عالميين معروفين مهمين بيحكوا نفس الإطار عن فكرة يسوع الفينيقي؟ ايه نعم، في يعني مثلا بتلاحظ عند ارنست رونون بكتابه لفيديو جيزو حياة نعم. حياة يسوع بيقول لك انه بمنطقة الجليل يعني كان في عدة شعوب، منهم الشعب الفينيقي وكان في شوية رومان وكان في شوية يونان. حتى بيقول لك انه ما بنقدر نحدد فعلا هوية يسوع المسيح، يعني هو بيشك على انه يكون المسيح هو يهودي، بشك بهذا الموضوع بس ما بيثبت انه هو فينيقي. نعم. بقول انه هيدي معادلة صعبة نقدر نحسمها بوجود عدة شعوب، مشان هيك بسموها جليل الأمم. مثلا في دلالات عند كتاب كتيرة يعني بتحط لك خبرية، بتمرق خبريات بهذا السياق. جمعتوا الخبريات؟ لحنا جمعنا الخبريات وفتنا بهذا السياق. هلأ بالغرب مثلا أكترية الناس اللي بتشتغل بهذا الموضوع بجدية بشغل جدي هني المؤرخين واللاهوتيين الألمان والإنجليز وشوي الفرنسي والأمريكان، يعني بيركزوا بهذا لأنه عندهم قدرة على أنه يعملوا الأبحاث اللي هي كتير مهمة اللي بيقوموا فيها. ايه بتلاحظ انه في دلالات محطوطة هون وهون بس وهون، بس ما تبنوا هذا الخيار بس مش فيه. مش بعد يعني متبنين، لانه هذا الخيار تالواحد يجي يقول انه يحسمها نعم. عملية من بشغلي رأس على عقل 100% نعم. مش شغلة سهلة انك اليوم بعد 2000 سنة تفوت بهذا الخيار، يعني انه في عندك 2000 سنة من ملايين المؤمنين المسيحيين بعدة طوائفهم، تيجي اليوم تقلهم المسيح هو خارج العهد القديم، هو ينتمي للحضارة الكنعانية الفينيقية، مع أنه الإثباتات موجودة وحتى هو بحد ذاته يعني كذا مرة نكر الإنجيل. كذا مرة بالإنجيل هو نكر يهوديته، نكر أول شيء أنه هو ملك اليهود وقت بحديثه مع بيلاطوس. مرة تانية قال لهم إذا أنتوا برمتوا الدنيا، عم بيحكي مع الفريسيين والكتبة، إذا برمتوا الدنيا وعملتوا واحد بروزيليت، يعني بروزيليت هي تسمية لشخص يتحول من دين إلى اليهودية، إذا عملتوا واحد بروزيليت يعني حولتوه من دينه إلى دين اليهودي تجعلونه يستحق جهنم أكثر منكم. يعني حتى بيوحنا 8 الاتهام الكبير اللي تهموا لليهود وقال لهم أنتم أبناء إبليس وبيكن كذاب وأبو الكذب. سو هو رافض كان مطلقا بالإنجيل فكرة تقاربه مع الفكر اليهودي، حتى على المستوى مش بس على المستوى اليهودي لا بل على المستوى الاجتماعي والثقافي.
هذا الكلام بيودينا على محل تيار دو شاردان بيقول يعني سيتأكد تلاقي حتمية الدين بالعلم. صحيح. وبتقول أنت اليوم أنه العلم متجه لتثبيت فينيقية المسيح أكثر وأكثر. معقولة هالألفين سنة ما حدا واعي لهالأمر قبل؟ لا أكيد، ما عم بقلك أنه في محاولات قبل محطوطة، بس ما تنسى أنه في الكنيسة هي organization، هي مؤسسة موجودة وهي عندها سيطرة على 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 اللعبة الإعلامية تبعها، يعني أنه ما فيها تجي تقول الكنيسة بكل سهولة أنه هاي الحقيقة التاريخية ونحن كنا مغلطين. يعني هيدي شغلة بدها جرأة، مع أنه الكنيسة عم تصلح كتير أخطاء انوجدت. مثلا عمر المسيح هو بنرجع لخمس سنين لورا أو ست سنين لورا. نعم. مزبوط. وعملوا بعض التعديلات والتصحيحات، لأنه الإنجيل هو آخر شيء مش كتاب تاريخ 100%. حتى العهد القديم مثل ما قلنا قبل أنه منه كتاب تاريخ 100%، خبرية موروسة وركبوا عليها خبريات جايبينها من مصر وميزوبوتاميا وركبوها على الشعب الشعب العبري وعملوه أنه هو نموذج الشعوب المميزة من البنطة وهن يملكوا الحق الحصري لله. وهذا وأي الله عم يحكوا عنه بالعهد القديم هو المجرم السفاح اللي بيقتل كل بقية الشعوب، وإذا مش بقى إله بالمفهوم المسيحي. ذكرتني هون بقول لسعيد عقل بيقول عن التوراة في كتير وسخ. 100% مزبوط هذا الحديث، لأنه في إجرام، في إجرام، في إبادة لشعوب. ما معقول يكون الله اللي احنا منآمن فيه كمسيحيين أو المفهوم الإله اللي موجود بالفكر الكنعاني، ما معقول هذا يكون بيشبه هذا. يعني الإله اليهودي لا يشبه الإله الكنعاني. ما معقول يكون في شيء من داعش مثلا. مثلا، وبعدين انه بالفكره الكنعانيه الفينيقيه بملحمه اوغاريت، يعني في رساله بوجهها إيل لعنات، ابذر نعم. السلام واسكوا بالسلام في ارجاء والمحبه، والمحبه يعني في زرعوا المحبه بتحصدوا السلام بهالمعنى. 100%. هذا من حديث يعني عمره الاف السنين قبل يسوع المسيح. المسيح اجى يترجم هذا الحديث. ما بيشبه ابدا الحديث اليهودي، ولا بيشبه يهوى الإله اليهودي اللي هو قطال. يعني واضح هذا الجو. هلا المحاولات عم بتكون من المؤرخين الأجانب أو عم بتكون شوية يعني خجولة. بس إنه بفتكر إنه في قيامة اليوم لهذا الجو، يعني في قيامة للفينيك، يعني طائر الفينيك، يعني عودة الفينيك، يعني واللي كان يقوم بعد 3 أيام. ايه بعد موته 100%. ومثل المسيح بيقوم بعد 3 أيام بعد موته بأفريل أو باليوم الثالث بأفريل. ايه. يعني كمان حتى بوقت قيامة أدونيس. هلا أنا وقتها كنت بأمريكا، يعني حضرت طقس عم بتقوم مجموعة أمريكانية إحياء للتراث الكنعاني الفينيقي، بيعملوا طقوس دينية تشبه الطقوس الفينيقية، مأخودة عن ملحمة أوغاريت، عن بعل وعنات، وعم ينفذوها بأمريكا ببعض المحلات. يعني حتى بتلاقي إنه في عودة. اليوم المؤرخين كمان عم بيقولوا إنه لحنا اليوم نسينا هالحضارة الكنعانية الفينيقية، ركزنا على الحضارة اليونانية وركزنا على الحضارة حضارة الجوديوكريتيان، الحضارة اليهودية المسيحية، بينما عم تثبت التاريخ والعلم الآثار أنه هاي الحضارة الكنعانية الفينيقية هي أساس الحضارات، إلى جانب أكيد الحضارة المصرية والحضارة بلاد ما بين النهرين. السؤال قبل ما أكمل معك آخر سؤالين، شو كانت تعمل العذراء بمغدوشة؟ في عنا تقليد بأنه سيدة المنطرة يعني كانت تنطر انتظار، كانت تنطر 100%، كانت تنطر بهالمغارة يسوع المسيح بعودته من التبشير ورحلته إلى أورشليم. يعني بيقول لك هو منزل مرة أو مرتين على أورشليم واصطدم معهم، يعني نزل على صدام مع اليهود. يعني هذا بيأكد لك كان يتخبى منهم، يعني 100% كان عم بيأكد لك إنه هو مرفوض كليا بالبيئة اليهودية. طيب ليه مرفوض إذا هو أصلا ابن بيئتهم؟ وليش كان مقبول بشكل كامل ومطلق بالجليل وبفينيقيا كلها حسب جورج رولنسون؟ كان مقبول لأنه شافوا فيه تجسد إيل، شافوا في صورة حقيقية عن أدونيس الإله اللي كانوا هن يعبدوا. صحيح. هذا الجو. وحتى مريم، يعني تسمية مريم هي بالأرام الفينية هي مورتيام، سيدة يعني البحر،
سيدة البحر وتتطابق مع عشتروت اللي هي كمان أحد ألقابها سيدة البحر. عشترت أسبق من عشتروت. عشترتي أو عشتروت أو يعني هالتسمية. حتى تسمية عنات كوين أوف هيفن يعني ملكة السماوات كمان هذا لقب أطلق على سيدة البحر. يعني صح. بتلاقي إنه كل هيدي الدلالات يعني أكثر من تماثل بين شخص المسيح صحيح. والعذراء وبعض الأشياء مع ترابط يعني إذا بتركبها بتلاقي هالبازل 100% في عندك بازل عم بتركبها بتلاقيه ينطبق كليا 100% مع الفكر الكنعاني الفينية. عندي سؤالين بعد بالأخير. شو رأي الكنيسة بكتابك إن كان بلبنان وحسب ما بعرف أنك قدرت وصلت نسخة أو للفاتيكان أو بهالمعنى؟ كيف تعاطوا مع هالكتاب مع هالنظرية اللي بتخالف مثل ما عم نقول الألفين سنة اللي احنا بنعتقدهم؟ هلا زيارتي للبترك كانت حلوه يعني قعدت انا وياه وحكينا وارجيته الكتاب وشاف الصور وكان بترك الراعي الراعي وشاف يعني قال لي هيدي هو الكتاب 2013 بس تحت ايه نزل 2013 عملنا له رحلتين على امريكا. هلا بنحكي وصلنا على السؤال بالبترك بزياره للبترك مسك الكتاب وفلفش فيه عارف كانه حسيته انا بكل صراحه حسيته انه عارف في اثنين بيت لحم عارف في بيت لحم الجليل وفي بيت لحم اليهودية وعارف العذراء بسيدة المنترة وعارف قصة كانا لبنان محل مصارف قدمنا ملف للبابا لما اجا كانا هي قانتنا مش كانا. اي قانا اخرى يعني نعم. كلهم هيدا الكنيسي مع خبره. الفكرة انه او السؤال اللي يطرح انه اي متى هن بدون يقرروا ككنيسة انه يعني شوي يفتحوها هيدي للناس بتجرب هني من دون الكنيسة الأم اللي هي لا أكيد نرجع للفاتيكان. يعني أنا كمان زيارتي للسفير البابا وبتذكر بلبنان كمان قدمت له الكتاب. قدمت له نسخة لقاله ونسخة لقداسة البابا خبرته أنا عن الكتاب رؤوس أقلام بعض الأمور. قال لي هو بكل صراحة قال لي ما في تأكيد التاريخ ما في شيء مؤكد بالتاريخ عم نحكي من 2000 سنة لورا ما في شيء مؤكد بالتاريخ بس الكذا الشغل اللي انت هلا اذكرت لي اياهم وخبرتني اياهم بيحكوا العقل كثير مهمين واساسيين وفيري انترستينج وكثير يعني بخلونا نفكر بهذا الموضوع. بس شو بدك يعني اعمل بالسكريبتشر شو بدك يعني اعمل باللي مكتوب يعني تصور سفير البابا وعم بيقول لك هيك يعني انا برايي هذا الجواب اللي لقيته انه كثير مهم بالنسبه لهذا الجو انه شو بدك يعني اعمل بسكريبتشر مع انه اللي عم تحكيه كتير بحرك العقل وبخلينا نفكر ومزبوط. وهلا هل يا ترى هن معهم كل الخبريات يعني هلا يا ترى هن عارفين عندهم ملف كامل عن هذا الجو؟ انا بفتكر ايه بس يمكن ناطرين الساعه الافضل تحكوا بهذا الموضوع يعني بكون عم تعمل انقلاب كبير بمفهوم الكنسة إذا تبنوا هاي النظرية مش هي بالنسبة لأنا حقيقة ايه. ايه بالنسبة لك يعني أنا يعني بفتكر أنه إذا لحنا إذا هني البترك أو الكنيسة اللي هي عم تمثل يسوع المسيح على الأرض وهو الحق بدهم يمشوا مع الحق ما فين يرفضوا الحق على on the account على حساب الـ الأفكار السياسية أو الأفكار الاجتماعيه أو التقليد اللي تعودنا عليه وصعب نغير او الحضاره الجوديوكريتيان او كله ما فيك انت يا بتمشي مع الحق وتحكي الحقيقه يا اما انت عم تسيوه مع الحقيقه. سوقت لكتابك استاذ كريم بامريكا وعملت اكثر من لقاء واكثر من محاضره بتتصور انه حصد التأييد لنظريتك هونيك مطرح ما بتطغى ثقافه الارث المسيحي اليهودي او اليهود المسيحي مثل التسمية السيد اليوم هل هذا الشيء مثلا ممكن يساعد الكنيسة على التحرر؟ يعني في عندها اعتبارات يمكن تجاه هالقوى الكبرى خصوصا انه مش بالهين تقلب بهالمفاهيم هيدي مثل ما عم نقول الى 2000 سنة معقولة يعني تأثيرك بأمريكا يعني انا بتذكر يشهل الموضوع انا بتذكر يعني بال 2013 يعني اول مرة رحت مشان نعمل توقيع كتاب يسوع الفينيقي بأمريكا التقيت مع عملت تواقيع بكنيسه بالكنيسه يعني بلوس انجلوس وبسكرنتن ببنسلفانيا بكنيسه واستقبلوني الاخواني واهلا وسهلا فيك يعني حتى عم بحكي عن يسوع الفينية هني حبوا انه احكي ما عندهم مشكله حتى الكاهن اللي موجود المسؤول عن الرعيه بسكرنتن هو اصل لاتيني
يعني ايطالي يمكن اصل لاتيني وعمل مارونه تاي يدير هالرعيه المارونيه بسكرانتن بنسلفانيا وبيقول لي انه انبسط كثير بالفكره بالكتاب وحتى كان اجتمع مع خوري تاني وقالوا لي لازم بركن منحاول يطلعوني على فوكس نيوز مع مع بيل اورايلي تحكي بهذا الموضوع بس بفتكر اني انا ما كنت جاهز بوقتها اطلع بس كانوا متحمسين لدرجة انه طلعوني انه او طرحوا يعني هالفكرة يعني كرجال دين يمكن بيقتنوا اكتر ممكن نحنا وهن كمان يعني معهم دكتوراه بالقانون الكنسي يعني مش انه كهنة عاديين مثقفين وبيعرفوا شو القصة يعني كمان هذا هون على مستوى جالي بس انه على مستوى امريكا طلعت كمان حسيت انه في هذا الجو يعني حتى انه بالجسم الكنسي نعم. هلا مع الناس مع اللبنانيين اكيد يعني في منهم يعني كانوا مبسوطين بالطرح في منهم اكيد لا يعني بعده متحفظين تقليديين اما بالنسبه للاوديونس الامريكي حسيته كتير كان متجاوب فعلا بهالقصة هيدي لانه صار بفتكر عندهم وعي كامل هن يعني بالابحاث اللي عم بيعملوها مع انه في تاثير اكيد يهودي بالميديا الامريكيه بس كمان هن بيبحثوا عن الحقيقه مثلنا مثل كل شعوب الناس يعني عم برر عندهم الجرأة يطرحوها وبيحكوا هلا صار في تغيير عن قبل يعني بتلاحظ هلا بالمجتمع الامريكي تغيير كتير كبير على المستوى الفكري تبعهم لانه هن صاروا عم يبرموا على الحقيقه مثلهم مثل بقيه الناس وبهمهم انه يعرفوا لانه ما تنسى انه امريكا اخر شيء يعني منطقه دوله مسيحيه يعني بتلاحظ عدد الكنائس ان كانت بروتستانت او كاثوليك يعني في وجود مسيحي هائل هلا التاثير اليهودي موجود ببعض المحلات مثلا وقت راح البابا هالسنه انا كنت هونيك يعني كل الوقت كان يحكوا عن البابا يعني حتى بإعلامهم وحتى على المستوى الشعبي يعني شفت البابا شو عمل اليوم كان كتير عمل وقع بزهنيته بزيارته قدرت مثلا حسيت انه بالاطلالات الاعلاميه اللي عملتها او المقالات اللي انكتبت عنك حسيت انه في قبول وتجاوب هيدي من ضمن الخبريه انه لا اليوم صاروا هن جاهزين اكثر يعني يستوعبوا هيك فكرة وحتى لبل انه يحكوا فيها ويبشروا فيها انا لاحظت كتير ناس مستعدة انه تحكي عن هذا الموضوع ولقيته انه شغلة كتير مهمة لانه هني بيقروا يعني المجتمع الامريكي بيقرأ مثل المجتمع الاوروبي بيقروا كتير يعني طبيعي مارق معهم كتير شغلات لاحظوها نقد بين العهد القديم والعهد الجديد لاحظين كتير قصص ما بتركب مش راكبة بين الدين اليهودي والدين المسيحي سو لأيوه هيدي شغلة مهمة وفي جزء كبير منهم بيعرف اليوم الحضارة الكنعانية الفينية شو أهميتها سو بلشوا يعملوا هذا الربط يعني إن شاء الله أنه يكونوا يدعموا لك هالفكرة أو بتعتبرها حقيقة وأنا بدي أعتبرها نظرية إن شاء الله يقدروا يدعموا لك إياها بدي أشكرك على كل شيء اعطيتنا اياه على امل نكون قدرنا وفينا الموضوع حقه بشكرك بعد عندك تقول شيء بشكرك انا وبشكر الاو تي في والشباب كلهم اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا استاذ كريم كوسا اهلا وسهلا فيك. المسيح بالعقيدة المسيحيه هو الله المتجسد وهو تاني التلوت وطبعا اكبر من اي انتماء ارضي بس اذا تثبتت كنعانيته او فينيقيته وبالتالي لبنانيته أقولكم منصير نتعلق اكثر بلبنان على أنه فعلاً أرض الله كسبب إضافي خلينا نقول رح نبقى هون كل المصر له يتابع هالحلقة بيقدر يشوفها على ويب سايت الـ OTV أو على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تمرق عناوينها بأسفل الشاشة شكر لمتابعتكم شكر لفريق الإعداد ولفريق العمل وبعطيكم موعد الأسبوع الجاي بخطركم